صباح الخير يا طبعا. فتح الفني الصباح لشركة وينزل بروكر، هيضم لكم كريم عيد اليوم 27 يوليو 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. تداولات طبعا سلبية للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، وارتداده للجلسة الثالثة على التوالي من أعلى سعر ليه منذ 14 يوليو، وده راجع أكيد في المقام الأول للتطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعها طبعا على الاقتصاد الياباني، وعلى عتبة التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة للاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم. والنهارده كمان متضمن حديث بنك محافظ او محافظ بنك اليابان كرودا، وانطلاق فعاليات اجتماع اللجنه الفدراليه للسوق المفتوحه خلال 7 او 28 يوليو. دي كانت اهم الاخبار النهارده. كمان هنكون في انتظار بيانات هامه عن الدولار الامريكي، وهي طلبات السلع المعامله الاساسيه لشهر يونيو متوقع ليه 8.1%، بجانب مؤشر ثقه المستهلك سي بي لشهر يوليو متوقع ليه 123.9. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما شايفين طبعا الأداء السلبي للأمريكي مقابل الين الياباني منذ اصطدامه بالمية وعشرة ستين، وده كان أعلى سعر ليه طبعا منذ 14 يوليو، ولكن سرعان ما عاد مرة أخرى الأداء السلبي، أداء سلبي على مستوى كل المؤشرات، أداء سلبي على الفلات تريند، على الستوكاستيك، على السار، تقاطع المتوسطات سعر الأسفل، ومازال متماسك مؤشر ليه ايه، ولكن هيقلب طبعا معانا خلال الشمعة اللي فيها هبوط اللي بنتابعها دلوقتي. طبعا أداء سلبي كمان بوجوده أسفل النقطات المحورية 110 10 ضغط عليه بشكل كبير، ولذلك نتوقع مزيد من الهبوط، ولكن بشرط كسر ال 109 85 وراها ال 109 60 وراها ال 109 40. مرة تانية كسر ال 85 وراها ال 60 وراها ال 40. السيناريو الآخر معاكس استحقاق بكسر ال 110 30 وراها ال 60 وآخر نقطة عند ال 110 80. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.